الفائز بجائزة أفضل صانع محتوى في الشرق الأوسط، ولقاء جمع اليوتيوبر بيسان إسماعيل أنس الشايب مع اليوتيوبر نور ستارز. شاهدوا المزيد من التفاصيل. كما يعرف الجميع، كانت هناك مسابقة لأفضل صانع محتوى في الشرق الأوسط، وتم ترشيح لهذه المسابقة أسماء كبيرة وقوية جدا مثل عمر مسكون، نور ستارز، عمر فاروق. وبالأمس تم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل صانع محتوى في الشرق الأوسط بتصويت الجمهور، وكانت من نصيب عبر عمرو مسكون عن فرحته لفوزه، وأيضا قام بشكر المتابعين الذين قاموا بالتصويت من أجله. ونظرا للظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب وباء كورونا، قاموا بإرسال الجائزة لعمرو مسكون. من وين بلش؟ شو أحكي؟ هالمرة عبالي هيك تكون هادية، لأنه تعرفوا شو في جواتها هي؟ تعرفوا شوفوا؟ احترت كتير كيف بلش هاي الستوري، بس صراحة ما خطر ببالي غير كلمة واحدة اللي هي الحمد لله رب العالمين، لأنه الموضوع ما صار أبدا بشطارتي، ما صار أبدا باجتهادي، صار بس بقدرة رب العالمين وبتوفيقه وبإرادته. ربحت الجائزة بفضل رب العالمين، وبسببكم، بسبب صرعتي إلكم، تحملتوني 20 يوم كل يوم ذكركم كرمال التصويت. كتير وصلت لمرحلة انه خلص انضب، حاج بقى تذكر العالم. والتقت اليوتيوبر نور ستارز بالامس باليوتيوبر بيسان اسماعيل وانس الشايب. وكعادة انس لم يترك اي احد من هضمته وفلاتيره المضحكة، حتى بيسان اسماعيل لم تسلم منه. اعطوني رأيكم بخصوص هذا الخبر. جايز هاي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ بعد غياب يومين رجعت لكم، بس هذا الخبر لازم ينحكى. قاعدين انا وانس حاليا، تعرفوا بس مع مين؟ مع مين؟ ثواني. نور ستارز. جايز اليوم نور اول يوم تتعلم جاكارو، وفزنا على تيم الشباب. انا اليوم صراحه اول شيء يعني انا لو مكانك اصلا كيف بدك تغش وراء طيب كله قدام. مين اول مره بتعلم جاكارو وربح؟ مين؟ انا. شو احساسك وانت غشاش؟ انا غشاشه؟ انا ربحانه اصلا. انا تمشي الاول علي اللعبه شو؟ لانه معي شريك قوي يا حياه. كيسو لعبه شريكتها مين بالجاكارو؟ نور ستارز. طبعا اول مره بتلعب وصار في غش مش طبيعي، وانا لانه ربحنا مش عشان انت اكبر غشاش بالدنيا. المهم فازوا علينا هلا، بس اعترفوا انكم فزتوا بالغش. انت ليه فضيحه؟ انت انا مش فضيحه. انت ليه فضيحه؟ بس انت بس شريك كثير حلو كثير قوي بدبي. ولك فضيحه انت ببنين؟ شو احساسك؟ قومر تلعب احلى شريك بالعالم. قومر يحلى لشريكك. قول ما شاء الله. طيب قول ما شاء الله. ما شاء الله. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم. لا تنسوا اشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك. حلو مثلكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.